أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. برنامج اللي مسطي، برنامج مزعزع، برنامج ما كتعرفوش وقتاش بدا، وقتاش غيبدا، وقتاش غيسالي، ما يمكنش تعرف رد الفعل ديال الفنانين اللي كيكونوا. حاولنا ما امكن اننا نكونوا اولا خفاف على المشاهدين، ونعطيو واحد الماده اللي هي اولا كتعطي واحد البسمه، عندها واحد الهدف. كنبغيو نبينوا بانه كاين شي ناس اللي غير كيطفلوا على الصحافة، كاين شي ناس اللي غير كيطفلوا على الفن، وكاين شي ناس اللي بإمكانيات بطبيعة الحال اللي حيت بزاف ديال الناس ما تلقاوش الفرصة. ملي كتعطى الفرصة وكتكون أنت كتحكم في العمل ديالك، وأنت اللي واخد زمام الأمور، وأنت اللي كتحمل المسؤولية، كيكون داك العمل